شاهدين وصدروا كيسا هواهي اللي تعرفي وشرفوا وعدت فرسما علي فارح سامعة الإسلامية المدينة العالمية الليسية كلية الحديث أيوك صباحي شيخ عبد الغادر عالي عنده اسمه الخطوة سامعة الأم عبد الرحمن شيخ عبد النور المنقصي التخصص فيها حضنا وأرض إنساء من سنة مع المدرية شيخ محمد علينا وقف فريدونا آية القرآن الكريمة سؤالها قصة أفصل محاضرنا بخانو للمي وهي سؤالها دينية الهيسان المنزل إن شاء الله تعالى برعاية الإكتوابية سيقفها سينة دي أفصل محاضرنا إن شاء الله المبلغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سيدي مبارك بن شهيبا محاضره ذو ريسا مؤتمر كيف وحينه بلعبه ان شاء الله شرف دكتور عثمان علي فارح وينه غيمي dalka ingiriiska magaalada Birmingham kana mid ah culimada soomaaliyeed ee waddankan muddada dheer joogay hadalkeeda ku badin maayo mawduuca uu nagala hadlayo wuxuu la xiriiraa waalidka iyo ubadka faahfaahintiisana إذا كان الشيخ هذيك على بحرية فليتفضل مشكورا مع الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغلا ريال موضوعة أما عنوانك أي لحظة يشتوك كلمات عن هكا نكسر جيدين دونه بحل نقدر إن شاء الله تعالى سيدة سرعة وقتك محاضرة وحان وقيبين دونه الله وقيبت أنت كوات وحكا حدل دونتا إن والدك بار للون نقضة إيا وحيابه لحريرة
qaybta labaadna waxay noqon doontaa qayb gaar u ah dadka da'u ilmaha leh, sidii ay ilmahooda ula u tarbiyeysan lahaayeen oo ay ula dhaqmi lahaayeen. Markaan ku bilaabo qaybta si kooban aan uga hadlo qaybta in waalidka baarli loogu noqdo anugu talagalay inaan uga hadlo, arrintan waa arrin u baahan waqti ballaaran, u baahan in gees walba laga istaago sida loogu baahri noqdo waalidka. Diinta Islaamku wixii ay arrintan ka tiri waxaa laga yaabaa qofku haduu internetka galo muxaadaro ballaaran oo meelo kale aan ka jeediyey oo tafaftiran insha allahu tacaala inuu ka helo, laakiin hadda si kooban ayaan arrinta uga hadli doonaa haddii la helo. Af carabiga, arrintan waxaa loo isticmaalaa waalidka baarri in loo noqdo birulwaalideyn, erga la yidhaaha la isticmaalaa, oo ujeedadu tahay in waalidka la cadeeco. Ujeedadeedu ay tahay in waalidka loo muujiyo jeclaan iyo ixtiraam, in waalidka loo ixsaan falo oo wax walba oo dantoodu ku jirto loo sameeyo, in la cadeeco oo loo dhagan nuglaado, wax kasta oo wanaagana loo sameeyo ayaa waxaa laga wadaa